لكل صنف منها سمة مميزة وقيمة غذائية كبيرة تختلف عن غيرها. الفواكه كنز من الفوائد المتخفية بألوان وأشكال مختلفة، إلا أن بعضها تفرد بخصوصية جعلته يذكر في القرآن الكريم، وذلك لما يحويه من أهمية جمة. التين إحدى الفواكه التي أقسم الله عز وجل بها، وتتجلى أهمية هذه الثمرة في كونها تحتوي على مادة البوتاسيوم التي تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، كذلك يساعد في إنقاص الوزن والحفاظ عليه صحياً وثابتاً، وذلك لغناه بالألياف التي تشعر الإنسان بالشبع وتساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام، كما أنه يساعد في تحسين الهضم والوقاية من سرطان الثدي، ويعمل أيضاً على الوقاية من أمراض هشاشة العظام وجعلها قوية. بينما ذكر العنب في القرآن الكريم 11 مرة في جملة من النعم التي من الله بها على عباده، وذلك لاحتوائه على فوائد جمة، إذ أنه يساعد في التخلص من الصداع النصفي، كما أنه يفيد في علاج عسر الهضم وتهيج المعدة، كذلك يحتوي على مركب يساعد في خفض مستوى الكوليسترول بالدم، أيضا يحتوي على مستويات ترطيب جيدة تساعد في علاج الربو. أما الرمان ذكر في القرآن الكريم كأحد فواكه الجنة، له فوائد لا حصر لها، حيث أنه يحمي من التهابات اللثة والفم، كما يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، إضافة أنه يعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، كما يحتوي الرمان على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من السرطانات بنسبة كبيرة، أيضا يساعد على صحة العظام والغضاريف. ورد ذكر الموز في الآية الكريمة وطلح منضود، وهي إحدى معاني الموز كما فسر العلماء، وتأتي أهمية هذه الثمرة في أنها تعمل على تحسين الهضم وتنظيم ضربات القلب، بالإضافة إلى احتوائه على البوتاسيوم الذي يعطي قوة للدماغ ويزيد من مهارات العقل ويقظته، كذلك يحتوي على عنصر المنغنيز المفيد لعمليات التمثيل الغذائي وتقوية العظام. يبقى إبداع الخالق يتجلى في كل شيء حولنا، ولا يزال العلماء في اكتشافات دائمة لمعجزات القرآن الكريم على مدى الأزمان.